ولمزيد من المتابعه ينضم الينا مباشره من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود بعد التحيه ضعنا في الجديد لديك وتحديدا فيما يتعلق بزياره وفد البرلمان الفرنسي الى معبر رفح والمؤتمر الصحفي هناك. تحيه يوسف، يعني في هذه الاثناء تحديدا ينهي الوفد الفرنسي البرلماني الفرنسي جولته داخل مخزن الهلال الاحمر الاستراتيجي، وهي النقطه الثانيه من جولته التي بداها بمعبر رفح اليوم. تفقد حجم الإنسانية الموجود أمام المعبر ولقائه بمسؤولي الهلال الأحمر ومنظمة الأونروا وأيضا الهلال الأحمر الفلسطيني داخل هذا المركز الاستراتيجي، وهي النقطة أيضا الأولى في تجهيز المساعدات الإنسانية الدولة المصرية في إرساله إلى قطاع غزة. وفي هذه النقطة تحديدا عبروا عن انبهارهم بحجم هذه الشاحنات بعد اطلاعهم عليها من خلال أعلى نقطة في هذا المركز، وعبروا وأكدوا على أن مصر تقوم بمهمة عظيمة وكبيرة أيضا فيما يتعلق بتجهيز هذا الكم الكبير من هذه المساعدات الإنسانية. وفي هذا الإطار أيضا اطلعوا على حجم الصعوبات التي تواجه دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية فيما يتعلق بالإجراءات التفتيشية الموجودة على منفذي كرم أبو سالم والعوجة، وهم أكدوا على أنهم سيطالبون بتسهيل هذه الإجراءات، لكن كان لهم عدة مطالب واضحة بالمبادرة التي أتوا بها إلى أمام معبر رفح، وهي وقف إطلاق النار بشكل كامل، وهو شرط أساسي لبدء أي مفاوضات فيما يتعلق بإطلاق أيضا الفرنسيين وأيضا السجناء الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. وهم أكدوا أيضا على ضرورة أن يكون هناك وقف لهذه المجازر بحق المدنيين داخل قطاع غزة. وأكدوا أيضا في تصريحات لنا على أن هذا الوفد بعد عودته إلى فرنسا سيقدم صورة عما رآه من حجم الشاحنات الموجودة والمساعدات الإنسانية، وسيعمل أيضا على الحشد الجماهيري في المطالبة بوقف إطلاق النار. وأكدوا على استمرار التظاهرات سواء في باريس أو في كل المدن الفرنسية للمطالبة بحق الشعب الفلسطيني في أرضه وأيضا التمتع بأرض مستقلة. أيضا عبروا عن التعاون وأشادوا بالجهود المثمرة والتعاون الذي يتم بين فرنسا ومصر في تجهيز المساعدات واستقبال أيضا المساعدات الإنسانية، ووجهوا الشكر لمصر على تسهيل مهمتهم في الوصول إلى معبر رفح والتعبير بآرائهم فيما يتعلق بهذه المبادرة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل. أشادوا بكل الجهود الموجودة أيضا من متطوعي الهلال الأحمر المصري في تجهيز أكبر عدد من المساعدات الإنسانية. أكدوا أيضا على أن ما يحدث في قطاع غزة غير مقبول من القوات الإسرائيلية وليس له مبرر، ولابد من وقف هذه المجازر وأيضا وقف إطلاق النار بشكل كامل. فيما يتعلق أيضا باستمرار المساعدات وتجهيز المساعدات الإنسانية لدخولها إلى معبر رفح، في هذا المركز تحديدا يتم تجهيز عدد كبير من الشاحنات التي ستتجه مباشرة للإلحاق بالشاحنات الموجودة في معبر رفح. دخل اليوم 170 شاحنة من منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 99 شاحنة من منفذ العوجة، بالإضافة إلى 4 شاحنات للغاز. فيما يتعلق باستقبال المصابين والجرحى المعبر اليوم استقبل أكثر من 20 مصاب وأكثر من 30 مرافقا، وتستمر كل الجهود المصرية السياسية والإنسانية وتسهيل مهمة أيضا الوفود الأجنبية والدول المختلفة للتأكيد والدعم للمطالبة بوقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة. نعم زميل محمود جميل كنت معنا مباشرة من العريش، شكرا جزيلا لك على هذه الجولة المفصلة.